الارهاب اللي كيهدد السلامه ديال المواطنين. خلاص العين تتمشي عاشوراء في عرف المغاربة مناسبة تطبعها مظاهر احتفالية تتنوع بين اقتناء هدايا للأطفال أو شراء آلات إيقاع موسيقية مع تحضير أشهر الوجبات والأطباق الشعبية. لكن في الآونة الأخيرة أخذت مظاهر الاحتفال هذا مساراً أكثر عنفاً حتى صارت أقرب إلى أعمال شغب وحرب شوارع. رعب، شغب وأعمال جنونية مرتكبوها أطفال ومراهقون جامحون حولوا دروب الحي والشوارع والأزقة إلى ساحات قتال. جرى أخيرا تطبيق قانون يعاقب بالسجن كل من يقتني أو يروج للألعاب النارية، وقد يسجن من 2 إلى 5 سنوات كل من خالف القانون. ورغم المنع ما زالت هذه المفرقعات تروج في الأسواق. كان من السهل على فريق البرنامج اقتناء هذه الألعاب النارية، وبعضها كان شديد الخطورة. طلبنا من المراهق شراء كميات أكبر فتوجه بنا إلى محل جزار يبيع هذه الممنوعات في الخفاء بعيدا عن أعين السلطات. قنابل مختلفة الحجم تتشارك الخطورة نفسها يلعب بها الصغير والكبير دون حصيب أو رقيب. قام فريق البرنامج بتجربة بعضها وكانت هذه النتيجة. هي إذن مواد خطيرة يكون معظم ضحايا من الأطفال، وغالبا ما تحدث الإصابة على مستوى العين. بالنسبة للألعاب النارية تتسبب في بزاف ديال المشاكل بالنسبة للعين. كاين هذه الحالة ديال واحد كان تيلعب واحد هذاك صاروخ، كان تيلعب مع خاه شعلو وديك الصاروخ تضرب في العين ياك ونتج عليه هاد الجرحة ديال القرنية، ومما أدى إلى واخا
خيطناها ابخي ما طلعش. شوف كيف كان هذه تفركعات لها يعني سبب واحد القنبول. حازت الاخرى يمكن تيسيل الدم تحت فوق الملتحمات العين. هذه طفيفه هذه دغيا تيرجع زعما تيدخل تيتحل المشكل. كاين هذه الحاله بحال دابا القزحيه تتقلع من بلاصتها والعدسه تتحرك من بلاصتها. هادو ما قديناش نغرزوها وشنو درنا تنخويو العين وتنعوضوها بواحد لابي. إضافة إلى ما سبق، تتسبب هذه الألعاب النارية في إشعال حرائق بمنازل الأبرياء دون سابق إنذار. تشعلون ميشيل أوكر واحد نار هذاك منين نادو شعلون ميشيل نادو لو على هذا وأنتم تخاصموا عليهم هذا فلوس حوايج 10 وحده ما بقاتش. ريحة الميشة عمي هي نتلاحة فينا نتلاحة يبقى لاطرس تجيبوا الميشة كيلو قلنا انت تسمع في دارك بوك ما تحب قضرتك تسمع دطردك بالجيد. انا مشي جريت للدار بس بس باش تخي العافية. حجم الضرر الذي تخلف هذه الألعاب يدفعنا إلى التساؤل حول مصدرها، وكان الجواب في درب عمر بالدار البيضاء وتحديدا الزقاق المعروف محليا بزنقة ليهود. هناك وجدنا أطفالا ومراهقين يعرضون أنواعا مختلفة من المفرقعات للبيع علنا. لنكتشف فيما بعد أنه مجرد صلة الوصل الوحيدة بين تجار الجملة الذين يعملون في الخفاء ومشترين محتملين. هي هاد متركين وحدة كتفزع هاد شحال كتخصنا غير هاد شنو الوردة عندك؟ هؤلاء التجار حسب مصدر خاص من درب عمر يقتنون البضائع من مسؤولي النافدين وصفهم بكونهم فوق القانون يستوردونها بكميات كبيرة من دول آسيا وتحديدا الصين ودول أخرى كإسبانيا. عن هذه الألعاب النارية وخطورتها يحدثنا أكثر أيوب كرير رئيس جمعية أكسجين للبيئة. خلال الجولات التي قامت بها الجمعية أو بالإضافة إلى الحديث مع مختلف الأطفال اللي كيشريوا هذه المنتجات هناك أصناف مختلفة بأنواع بأسماء تكاد تكون غريبة. هناك مثلا طيارة، نحلة، زيدانية، ميسي، هناك يعني تسمى بحسب بعض اللاعبين أو بعض الرموز حسب هوا بعض الهوات ديال هذه المفرقعات. أخطرها هو أغلاها ثمنا وأكبرها حجما، وبالتالي ما كاينش هناك كلهم المواد هذه كلها خطيره، فما عندناش ما كنصنفوهاش حسب خطوره ولا كلها يجب حظرها وايقاف تصديرها. وبالاضافه الى ان هناك مواد تصنع محليا ويصنع يتم صنعها من طرف بعض بعض الاطفال والمراهقين بحال بعض المواد اللي كتكون عباره عن قنينات زجاجيه كتمتلئ بالماء القاطع بالاضافه الى مواد حديدية وألومنيوم، فيتم الانفجار التي تحدثه هذه القنينات المستعملة يدويا أو المصنوعة يدويا محليا هي أخطر بكثير من المفرقعات التي تشترى. رغم خطورة حمض الهيدروكلوريك المعروف عند المغاربة باسم المنخاطة، استطاع أحد المراهقين المتطوعين معنا في البرنامج شراء هذه المادة الخطرة بسهولة ودون أي مشاكل. هذه الممارسات غالباً ما تتسبب في حوادث تؤدي إلى الإصابة بحروق وجروح وأحياناً إلى فقدان البصر. يعني بعض الدراري تشتو
القرعه ديال سيدي علي تيعمروها بالالومنيوم والمسامر تيزيدوا عليها الماء القاطع. هذا الماء القاطع والمسامر والالومنيوم تيديروا واحد رياكسيون شيميك تيتفركع. ديك التفركع الا كان واحد قريب له تيوقعوا مشاكل في قلب العين. هذوك المسامر ولا الالومنيوم تيطيروا على العين تيعطيو واحد تيدير واحد المشاكل بحال هاد بحال هاد السيد خلو مسمار في قلب عينيه ياك ولا العين تتبحال دابا تتقسم على جوج وتيخرج قزحية تتخرج. كاين بعض الدراري تيشدو النفاخات وتيعمروها بالماء الجافي وتيلوحوها على الناس باش يخسروا لهم حوايجهم. وكاينين شي ناس وحد اخرين وصلت بهم الجرأة يلوحوا الماء القاطع على الناس ويعطي بحال هاد الإصابات ديال الجلد اللي ديال الوجه وخلاص العين تتمشي في مرة. هنا يطرح سؤال حول مدى تفعيل الإجراءات اللازمة في المراقبة من طرف الأجهزة المختصة. نحن والسلطات والجماعات الترابية والوزارات المتدخلة كلنا شركاء باش نوقفوا هذا النزيف ويتم الحد واستئصال هذا الخطر اللي كيأرقنا وكيهدد السلامة والطمأنينة ديال المواطنين. هذه السنة الثانية اللي كنقوموا بها بمراسلة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي الذين لحد الآن لم نتلقى أي جواب. رسلنا هذه السنة وسيد وزير الداخلية ما زلنا ننتظر جواب لم نتلقى إلى حد الآن أي جواب. في ظل كل هذه الأوضاع قد تتحول عاشوراء التي يتغنى بها في الموروث الشعبي المغربي إلى رثاء إن ظلت مظاهر الاحتفال العنيفة هذه خارجة عن السيطرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.